غير ما تشريش شي حاجة اللي ممنوعة وما تكترش، ما تبينش بأنك كدير التجارة والسمية ديالك ما تبقاش تكوموندي بها ديما، بدل باش ما يعقلوش لك على السمية ديالك. حميد أحمد، كاين شي اخبار على الزيادة في الأسعار والزيادة فقط في المغرب؟ خويا راه رضويت على هذه القضية في الفيديو، راه لا إله إلا الله، راه كما قلت لكم راه كاينين شي ناس اللي كيعميهم الطمع. راه كتلقى بنادم خدام ولاباس عليه وكيتزاحم معاك في علي اكسبريس وتا هو كيشري 20 بياسة 30، بنادم ما تيعرفش يشري هو اللي تيخلق لينا هذه المشاكل مع الديوانة، لا إله إلا الله. وكاينين شي صناع المحتوى كيديروا نفس المحتوى ديالي، ما كينصحوش الناس، هاد الشيء خاصو دائما يتكرر في الفيديوهات، ديما تنصح بنادم درتي واحد المراجعة على واحد المنتوج، نصح الناس قول لهم إلا بغيتو تشريو هذا ما تشريوش 10 المرات ولا 6 ولا 7، راه غادي تخلقوا لنا مشاكل مع الديوانة. راه هذا هو المشكل اللي كان شحال هادي وخلق لنا مشكل مع الديوانة وسدوا علينا الروبيني والكوموند ولات كتعطل في الديوانة بزيد. خويا راه كاين الضغط دابا، تي بنادم تيكوموندي بزاف، وراه هذا هو المشكل اللي دويت عليه في اخر فيديو، وراه هذا الشيء اللي خلى الاثمنه يطلعوا. الناس ولاو يعني مغاربه ولاو كيعرفوا علي اكسبريس بزاف، والمشكل كاينين الناس اللي كيديروا نفس المحتوى ديالي ما كينصحوش الناس، ما كينصحوش الناس بانهم يشريوا بالقاعده ويشريوا بالعقل. بنادم كتلقاه كيشري 10 20، راه كتقول ليه راه علي اكسبريس راه ماشي ديال الجمله، يعني كتشري 3 4 وكتشري بطريقه اللي هي قانونيه وكتبدل كل مره، كتبدل السميه باش ما يعقلوش لك على السميه ديالك. هادشي كامل راه كنقولوا للناس، ولكن راه اللي فراسهم فراسهم، هذا ما كان الخوت. غير بالنسبه للتاخر، راه الكوموند كتبقى في الديوانه من 5 ايام حتى ل 20 يوم، انا بعض المرات كتبقى لي الكوموند حتى 23 يوم، ولكن راه كتخرج. المهم هو ما تشريش شي حاجه اللي ماشي قانونيه، والكوموند ديالك غتوصلك توصلك، يعني كون اكيد ما عندهاش علاش ما توصلكش. كما قلت لك اخويا المريني اشرف، غير صبر، راه من 5 ايام حتى ل 23 يوم، وكاين اللي تعطلات ليه 30 يوم، ولكن راه على حساب الضغط. الديوانه دابا كتستقبل لي كوموند بزاف، فكدوز داكشي ما عرفتش انا الخدمه اللي كيديروا والطريقه باش كيدوزوا لي كوموند، ولكن راه الكوموند ديالك تخرج غير هو ما تعزلش، يعني ما تشريش شي حاجه اللي ممنوعه، وهداك الشيء راه دويت عليه في القناه. تجنبوا لي باور بانك، تجنبوا الاسلحه، تجنبوا شي حاجه اللي هي ممنوعه في الديوانه، وراه الكوموند ديالك توصلك وشري بالقانون. يعني شريتي مثلا واحد المنتوج بحال مثلا هاد ليزيات، لا غير تشويس، صافي ما عندك مناش تخاف، غير من الصفحه ديال التركيبه الثلاثيه. الا مثلا هاد ليزيات لقيتيهم دايرين 40 درهم، خذ منهم جوج ولا ثلاثه، وعاوتاني خذ ليزيات اخرين يكونوا مختلفين على هادو في الشكل، فهمتي؟ المهم هادوك المنتجات اللي غدير في السله ديالك، فهادوك البيكس كيعطيك هادوك البيكس باش تبقى دير 10 ديال المنتجات، حاول ما تبينش بان المنتجات مشابهين، اختار منتجات مختلفين باش هذاك اللي في الديوان اش كيفهم، كيقول هذا راه واقيلا باغي يشري واحد، زعما واحد ليه وواحد اللي عزيز عليه، يعني باغي يشري حتى لخوتو والعائله ديالو، وهذه ما كيقولوش هاد خونا راه كيبيع ويشري. يعني الانسان اللي باغي يبيع ويشري يشري بالعقل. دابا انا كنبيع ونشري، هادو مثلا جبت منهم شي 6 المنتجات، ولكن ما كنشريهمش مجموعين، كنشريهم مفرقين. مثلا هادو دابا تقريبا من نهار بديت كنكوموندي من علي اكسبريس تقريبا خديت شي 6 كنعاود فيهم البيع، وما تنجيبش جوج، ولا كنجيب مثلا وحده في كوموند كنتسنى دوز يومين، وكان كوموندي عاوتاني وحده اخرى بالسميه ديال خويا. مثلا عندي انا 3 ديال الخوت وعندي اختي، تنستعمل السميات ديالهم وكنبدا نكوموندي كل مره بسميه، وهما وصلوني 6 بحال هادو وتنعاود فيهم البيع. المهم داكشي قليل ولكن الحمد لله. هذا ما كان شحال ممكن تعطل الا دازت؟ شوف التاخر ما كيكونش من علي اكسبريس، علي اكسبريس في مده ديال 9 ايام المنتج كيكون وصل للديوانه ديال المغرب، التاخر كيكون من الديوانه ديالنا حنا.
يعني تقريبا كتبقى السلعه ديالك من 4 ايام حتى ل 23 يوم في اقصى الحدود، ماشي ديما، من اغلبيه 9 ايام كتخرج من الديوان، الكوموند ديالك كتخرج من الديوان في 9 ايام 8 ايام 7 ايام، الى تعطلات كاع 10 ايام 12 يوم. غير ما تشريش شي حاجه اللي ممنوعه وما تكثرش، ما تبينش بانك كدير التجاره، والسميه ديالك ما تبقاش تكوموندي بها ديما، بدل باش ما يعقلوش لك على السميه ديالك. مستر ريان مرحوم، شكرا خويا حيت عاطيني نهار القصه هو 13، قلت ان تشد حيت مدوز 3 وما بعث لي كوموند بسميه وحده. ماشي مشكله خويا، حتى انا كندوز بزاف ديال لي كوموند بسميه وحده، ما كاينش المشكل، غير ما تكثرش المنتجات، ما تكثرهمش، ما تاخذش 6 ولا 7 ولا 3 جوج ياك، عادي عادي خويا مستر ريان، والله الا عادي بالله. انا بعض المرات الكوموند كتعطل لي 30 يوم، ولكن ماشي في راس العام ملي تطلقوا البلاك فريداي، حتى اش نقول لكم راه والله حتى 30 يوم عاد كتطلق الكوموند ديال دوك المنتجات ديال 3 من 3 حتى ل 10. خديت 10 المنتجات من داك العرض ديال 10، بحال درت في شي منتوج جوج، ماشي مشكل خويا، جوج واحد يدوز ماشي مشكل، غير هو ما ديرش نفس المنتج، واخا يكونوا اللوان مختلفين ما ديرش لي زيات لي زيات لي زيات، واخا يكونوا مختلفين دير خشي لي زيات مع شي حوايج اخرين، مثلا درتي هذا خديتي جوج، دير هذا حتى هو خشيه مع هذا، دير عاوتاني هذا حتى هو خشيه معاهم، ما ديرش لي زيات لي زيات لي زيات، فهمتي؟ كتبان بانك كدير التجاره، كيقول هذا اللي في الديوانه كيقول هذا علاش باغي هاد لي زيات كاملين، فهمتوا الخوت؟ خذ ولكن بطريقه اللي زوينه، يعني حتى هذاك اللي في الديوانه غيتعاون معاك، واخا تبغي كاع دير التجاره ولكن كتاخذ بطريقه اللي زوينه، جوج ثلاثه ماشي مشكل، ايوا 7 8 9 10 موفيز افير. شي لعبوا معنا قشقاش، حتى حنا كنلعبوا معاهم قشقاش، والله حتى نلعبوا معاهم قشقاش بالله. دابا كنكونتاكتي علي اكسبريس، كنصيفط لهم ميساج بالانجليزيه، وقلت لهم راه عندي قناه في اليوتيوب وهذه، والمتابعين ديالي كيتشكاو، والله الا هضروا معايا بطريقه زوينه، ودابا راه كنتسنى الرد ديالهم في الجيميل، قالوا لي غادي ناخذوا هذه الهضره ديالك بعين الاعتبار، وراه غندير لكم فيديو ان شاء الله ونقول لكم اش كاين. انا راه حاس باللي هذا الفعيل ديال الديوانه، وراه ماشي من حقهم، لان علي اكسبريس داروا منتجات دي دي بي مخلصين دي دي بي، يعني كيبقى حاجه وحده الا جيتي تفكر، الا جيتي تفكروا الخوت، راه الديوانه راه ما نلوموهمش، لان كاينين شي ناس راه كما قلت لكم راه لا اله الا الله، راه تيقويو بزاف، فهمتيني؟ مرجع علي اكسبريس بحال علي بابا، كياخذ لك 20 30 فهمتيني، كياخذ لك 10 من هادي، كياخذ الصبر ديالك يلقاها رخيصه حتى هي، كياخذ منها واحد 10 7 8 وكدوز ليه الكوموند، ولكن راه الديوانه كيطلع لهم الدم، شحال قدهم يصبروا، فهمتوا الخوت؟ شحال قدهم يصبروا، يقولوا غيجي واحد النهار غيسدوا الروبيني.